مرحبا بكم في حصة الدعم رقم 6 المخصصة لمفهوم القيمة المطلقة والمجالات والمتراجحات والربط بينهما. نشاط الدعم مكون من سؤالين، السؤال الأول مكون من سؤالين جزئيين ألف وباء، أما السؤال الثاني فهو أيضا مكون من سؤالين جزئيين. السؤال الأول يربط الشكل على يربط المجال والمتراجحات باستعمال القيمة المطلقة. اكتب على شكل مجال او اتحاد مجالين المجموعه التاليه: الف القيمه المطلقه اكس ناقص 2 اصغر من 1، باء القيمه المطلقه 2 اكس زائد 1 اكبر من او يساوي 3. السؤال الثاني نضع عباره ادي اكس تساوي القيمه المطلقه اكس زائد 1 زائد القيمه المطلقه اكس ناقص 1، حيث اكس عدد حقيقي. اتمم الجدول. هنا جدول مكون من أربع مداخل خاصة بX وبالقيمة المطلقة X زائد 1 والقيمة المطلقة X ناقص 1 والتعبير أدو X. باء استنتج كتابة لأدو X بدون رمز القيمة المطلقة. السؤال الثاني نضع أدو X تساوي القيمة المطلقة X زائد 1 زائد القيمة المطلقة X ناقص 1 حيث X عدد حقيقي. أتمم ملء الجدول أسفله. هنا جدول أمامكم مكون من أربع مداخل وأربع أعمدة. المدخل الأول خاص بإكس والمدخل الثاني خاص بكتابة القيمة المطلقة ديال إكس ناقص ديال إكس زائد واحد بدون استعمال رمز القيمة المطلقة، والمدخل الثالث خاص بكتابة القيمة المطلقة إكس ناقص واحد بدون استعمال رمز القيمة المطلقة، وأخيرا المدخل الرابع خاص بالعبارة أدو إكس. أما السؤال باء فيستنتج يتعلق بكتابة العبارة أدو إكس بدون استعمال رمز القيمة المطلقة. أتمنى باش ديروا بحث فردي جيد في هذا النشاط. لنمر للحل. السؤال الأول لنكتب على شكل مجال أو مجالين مجموعة القيمة المطلقة إكس ناقص 2 أصغر من 1. نعتمد على الخاصية القيمة المطلقة ديال إكس ناقص أ أصغر من آخ يكافئ إكس ناقص أ محصور ما بين ناقص أ و أخ. فلدينا القيمة المطلقة إكس ناقص 2 أصغر من أو يساوي 1 يكافئ إكس ناقص 2 محصور ما بين ناقص 1 و 1 يكافئ إكس ناقص، نضيف 2 لكلا الأطراف المتفاوتة، إكس ناقص نحصل على إكس ناقص 2 زائد 2 محصور ما بين ناقص 1 زائد 2 و 1 زائد 2 يكافئ إكس محصور ما بين 1 و 3. إذن إكس ينتمي للمجال 1 3. لنكتب على شكل مجال أو اتحاد مجالين المجموعة القيمة المطلقة ديال 2 إكس زائد 1 أكبر من أو يساوي 3. نستعمل الخاصية القيمة المطلقة ديال إكس ناقص أ أكبر من أو يساوي أخ يكافئ إكس ناقص أ أصغر من أو يساوي ناقص أخ أو إكس ناقص أ أكبر من أخ. نطبقها هنا ضمنيا. لدينا القيمة المطلقة ديال إكس ديال 2 إكس زائد 1 أكبر من أو يساوي 3 يكافئ 2 إكس زائد 3 أصغر من ناقص 3 أو 2 إكس زائد 1 أكبر من أو يساوي 3 يكافئ 2 إكس أصغر من أو يساوي ناقص 3 ناقص 1 أو 2 إكس أكبر من 3 ناقص 1 يكافئ X أكبر من 2 على 2 أو X أصغر من ناقص 4 على 2 يكافئ X أكبر من 1 أو X أصغر من ناقص 2 يكافئ X ينتمي للمجال 1 زائد ما لا نهاية أو X ينتمي للمجال ناقص ما لا نهاية ناقص 2. وبالتالي X ينتمي للمجال ناقص ما لا نهاية ناقص 2 اتحاد 1 زائد ما لا نهاية. السؤال الثاني نمر إلى كتابة العبارة أدو إكس تساوي القيمة المطلقة ديال إكس زائد 1 زائد القيمة المطلقة ديال إكس ناقص 1 بدون استعمال رمز القيمة المطلقة. إذا في الجدول كما عندنا هنا كنلاحظوا بأن القيمة المطلقة ديال إكس زائد 1 غتكون هي ناقص إكس ناقص 1 من أجل إكس أصغر من أو يساوي ناقص 1 وإكس زائد 1 من أجل إكس أكبر من ناقص 1. إذا القيمة المطلقة على المجال ديال x زائد 1 على المجال ناقص ما لا نهايه ناقص 1
هي ناقص إكس ناقص واحد، وعلى المجال ناقص واحد واحد أصبح هي إكس زائد واحد، كذلك على المجال إكس واحد زائد ما لا نهاية. القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد غتكون هي ناقص إكس زائد واحد على المجال ناقص ما لا نهاية واحد، وتكون إكس ناقص واحد على المجال واحد زائد ما لا نهاية، لأنها كتنعدم في واحد، يعني قيمتها الصفر عند إكس يساوي واحد. إذا بالنسبة لأدو إكس على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد كنضيفهم فقط كتصبح لنا ناقص 2 إكس، وعلى المجال ناقص واحد واحد أصبح لنا 2، وعلى المجال واحد زائد ما لا نهاية أصبح 2 إكس. إذا كنلاحظوا هنايا في هذا القيم في هذا الجدول بأن كتابة في كتابة فيها عبارات عبارات بدلالة القيمة المطلقة يمكن اختزالها إلى عبارات بسيطة على شكل دالة خطية أو تألف أو مستقيم قطعة ثابتة على مجالات. من خلال الجدول نستنتج أن أدو إكس تساوي ناقص 2 إكس من أجل إكس أصغر من ناقص 1، أدو إكس تساوي 2 من أجل إكس محصور ما بين ناقص 1 و1، وأدو إكس تساوي 2 إكس من أجل إكس أكبر من 1.